في حاجة تانية عايز أتكلم عليها، هي أسطورة إن بلاد الغرب الكفرة ما بيساعدوش بعض، ما بيحبوش بعض، لو شافوا واحد بيفرفر في الشارع ما حدش بيقرب له، وما فيش حاجة اسمها جيران، ما فيش حاجة اسمها إن الواحد يبقى كويس. الأسطورة دي الحمد لله تم محوها في السفرية دي، مفيش حاجة اسمها كده خالص. عادي بيساعدوا بعض عادي، وممكن توقف أي حد تسأله على أي حاجة عادي جدا، لو شافك تعبان هيجي يسألك أيو رايت، لو شافك ماشي مثلا وعايز تعمل حاجة ومش عارف تعملها أوتوماتيك من نفسه هيطلع يساعدك. أنا قدام عيني كان في واحدة نازلة بشنط مترو، واحد طلع لها مخصوص عشان ياخد منها، ست كبيرة يعني، واحد طلع لها مخصوص عشان ياخد منها الشنط. هو بس الفرق ان كل واحد زي ما قلت قبل كده بي مايند هيز اون بزنس، يعني بيخليه في حاله، انما لو في حد محتاج حاجه بيروح، بيضحكوا عادي جدا، الناس دي فاني جدا، في بيهزر معاك يعني. دول مش ناس واقفه يعني، عارف ده اللي هو انجليز. انا ده الانطباع اللي كنت واخده عن الانجليز، ان انا هاجي بقى اللانجوج، واللانجوج بتاعتهم في لندن مفهومه، يمكن في الكونتري سايد ماشي اوكي بتبقى صعب، بس انت عاده لما هتروح محدش بيروح الكونتري سايد، فاللانجوج بتاعتهم مفهومه عادي جدا، هي امريكان تقريبا، فمفيش اي مشكله قابلتني في حته اللانجوج دي، وبالعكس الناس كانت هيلبفول جدا، كل الناس حتى اللي مش شغلته كده يعني. كنت بتكلم على الراجل اللي بيبقى واقف قبل كده عند المترو، بوابات المترو، لا الموضوع مش كده خالص، لا بجد انزل اسال اي حد، اعمل اي حاجه هتلاقيهم كلهم معاك، بيساعدوك بيكلموك، ممكن يخدمك يشوف لك حاجه يركبك، فعادي جدا زيهم زينا بالظبط، مفيش اي فرق في الموضوع ده. انا قلت الموضوع ده قبل كده، هم كناس زيهم بالظبط زينا يعني، فرق ان هم بيستحموا.